كان بتفحص كمان المقبلين على الزواج، ولكن عايزة أقول أن العدد اللي أعلنته وزارة الصحة من المصابين بأنيميا البحر المتوسط مش كبير، لأنه بيمثل 1.9 من إجمالي اللي بيتم فحصهم، علشان الناس كمان ما تقلقش، ما نقلقكوش قوي كده. علاجه إن شاء الله بقى أسهل من قبل كده. معانا الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض البطنة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لفحص المقبلين على الزواج. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتورة. دكتورة، يعني هي مبادرة مهمة، وناس كتيرة كانت بتتجوز وما بيبقوش عارفين يعني ان هم عندهم ايه، لان ما كناش بنتعرض للفحوصات دي ولا اي حاجه، يعني كلنا لما اتجوزنا وخلاص. صحيح. يعني صحيح. وبعدين في ناس بيطلع اولادهم مش مظبوطين، وكان زمان يتقال ايه، اصل دمهم مش متوافق مع بعض، اصل قرايب دمهم مش موافق بعض، حاجات كده كنا نقعد نسمعها زمان. المبادره دي بقى عملت ايه؟ يعني مبادره مهمه. احنا في المبادرة ابتدينا 26 فبراير 2023 ولغاية 28 ابريل السنة دي، يعني 14 شهر، تم مسح 1,700,000 مواطن. دول عايزين يتجوزوا. دول الفحص ما قبل الزواج. بسم الله ما شاء الله. لا، رقم يخص. مقبلين قوي. مقبلين قوي. فبالفحوصات اللي اتعملت لكل المقبلين على الزواج، يعني زي ما حضرتك قلتي الرقم، حوالي 32,500 تم اثبات ان هم حاملين لمرض انيميا البحر المتوسط او الثلاسيميا. ثلاسيميا دي بالجريجي يعني انيميا البحر المتوسط، يعني هي انيميا لحوض البحر المتوسط، عشان اول لما تم اكتشافها اكتشفوها في مرضى من قبرص، فكلهم بنفس هي الثلاسيميا، بتعمل شكل معين للوش. مع هي موجودة في العالم طيب ولا بس في دول البحر المتوسط؟ هي دول البحر المتوسط بس، دلوقتي بعد هجرة الناس لكل العالم بقت منتشرة، لكن طبعا أكثر البلاد شيوعا هي حوض البحر المتوسط. طب هل بيكونوا حامليها بس مش عارفين؟ بالظبط، هي دي بقى المشكلة. ازاي بقى ما بتظهر لهمش أعراض؟ احنا أي حد فينا لونه بهتان شوية، يعني عنده شوية أنيميا، بيروح ياخد حديد عشوائي. لو عمل صورة دم ولقى عنده الهيموجلوبين قليل وأنيميا، هيروح ياخد حديد، وده بيحصل على طول. صح. وبيحصل كمان لأكثر الحوامل. وتيجي في اخر الحمل، اللي بيحصل ان هي يبتدي النسبه الهيموجلوبين يقل، الانيميا تزيد، وهي بتاخد حديد ما بتحسنش. لما يعملوا بقى تحليل الفصل الكهربائي اللي هو بيثبت، تطلع ان هي حامله للثلاسيميا طول عمرها من يوم ما اتولدت ومش عارفين. هي ملهاش اعراض؟ هي الحامل غير المريض، الحامل يعني بني ادم طبيعي، يعني احنا في الاستوديو هنا ممكن يكون فينا اي حد حامل، لان احنا كانت الدراسات اللي قبل كده بتقول حامل المرض. عشان نوضح، اصل افتكرت انها حامل بعد الجواز. لا. حامل المرض. المرض، لان هو احنا الابحاث اللي اتعملت قبل كده كانت بتقول ان هو حاملي المرض في المصريين من 5.3 ل 9%. ده رقم يحترم، عالي جدا. حامل المرض ده بني ادم طبيعي، ما يبانش عليه اي حاجه غير شويه شحوب، عادي جدا. فلو حامل المرض اتجوز حد حامل المرض هنا يخلفه مريض، دي بقى المشكله. عشان كده دي اهميه الفحص ما قبل الزواج. لان لو اتنين حاملي مرض انيميا البحر المتوسط اتجوزوا بعض، في خطر 25% في كل حمل. طب معلش يا دكتوره منى، يعني اعذريني لجهلي. لا خالص. هو الانيميا دي بتيجي بسبب ايه؟ لا، ده مرض وراثي. جينات يعني. جينز. فعشان كده حامل المرض هو ما نقدرش نكتشفه، يعني عشان كده دي ميزه الفحص ما قبل الزواج، ان قدرنا نعمل مسح لمليون و700، وده رقم يحترم. طيب لو الراجل، هو بتيجي للرجاله والستات؟ الستات هم لازم بتورث من الاثنين، الراجل والست. يعني الرجاله بيجي لها برضه؟ بيجي لها. دي بقى مشكله، ان ساعات كتيره بيجي لي مريض فابوي يقول لا انا سليم وزي الفل، ده هي الست اللي جايبه المرض. دايما احنا عندنا المعتقد ان الام اللي بتنقل الامراض. شوف، في امراض دم يعني زي سيوله الدم اغلبها بتنقل من الام، انيميا الفول، لكن انيميا البحر المتوسط بتنقل من الاب والام، من الاثنين. طيب لو انا اثنين جايين يتجوزوا، واحد شايل الحامل لانيميا البحر المتوسط، اتعمل التست، والتاني ما عندوش، ينفع يتجوزوا؟ ينفع يتجوزوا، لان هيخلفوا ولادهم هيبقى جزء منهم حاملين برضو وجزء سلام، فمش مشكله.